أم عبد الله سألت سؤال والله ما ودي إنها سألتني، والله ما ودي إنها سألتني، أحزنتني وقطعت نيات قلبي وآلمتني. يعني معقول يوجد أولاد بمثل هذه الحالة اللي عند أم عبد الله؟ يمد يديه على أمه ويرمي الرطب في وجهها، والله شيء مؤلم جدا. يا أم عبد الله أنت عندك الآن موضوع مهم أنك تنقذين ولدك، لأن ولدك الآن يعيش تحت لعنة الله وسخط الله وغضب الله، وأنا أعرف أن هذا الكلام غليظ ويمكن يؤلمك أيضا، لكن هذا الواقع، هذا الواقع. الله عز وجل قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عز وجل قال: حتى لو كان الوالدين كفار، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. معروف اسم جامع لكل خير تقدم لوالديك، لكل خير يدخل السرور على والديك. أما ولدك هذا الآن يعيش تحت لعنة الله وغضب الله، وما يدري متى يأتيه الغضب من الله والعقوبة من الله. هو الآن في صالة انتظار ينتظر العقوبة. هذا مو بكلامي، هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث عقوبات معجلات، ثلاث عقوبات معجلات، منها قطيعة الرحم والبغي. وابنك هذا والعياذ بالله ارتكب ذنب عظيم وإثم خطير. الآن اشتغلي على الرضا عليه، ارضي عليه، ارضي عليه أم عبد الله، لأن إذا ما رضيت عليه ستنزل العقوبة. والأمر الثاني قولي له: تب إلى الله واستغفر الله. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت. قال: أوصني. قال: أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك. وإن أمراك أن تخرج من مالك وأطع والديك. الله أكبر. إلى هذا الحد؟ نعم نعم. ولذلك ابنك هذا ارتكب جريمة والله من أعظم الجرائم. لما إذا كان كلمة أف أف حرام، وشلون يمد يدي عليك؟ والله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قل جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا كان واحد يؤذي مؤمن في أقصى الكرة الأرضية الله بيحاسبه، وشلون اللي يؤذي أمه وأبوه بمثل هذه التصرفات؟ وبعدين الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت ابنك هذا لو صنع الدهر معروف لك كل الدهر، والله ما جازاك ولو بطلقة من طلقات الولادة. عمر بن الخطاب كان حول الكعبة وإذا برجل يحمل أمه على ظهره، فالتفت فقال لابن عمر أو لعمر، قال: يا هذه أمي، أمي جبتها من الكوفة وفي قصة أخرى من صنعاء على ظهري أحج فيها، هل جازيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ولا بزفرة من زفرات الولادة، ما تجازيها. ما يمكن أن يجازي ولد والده إلا في حالة واحدة، إذا وجده مملوك، عبد رقيق، ها، مستعبد، يعتقه. في هذه الحالة يتساوى، يتساوى. ولذلك أختي الفاضلة اشتغلي بالرضا عنه، لأن ابنك هذا معرض لخطر، والعقوبة ما يدري من وين تجيه، تجي من زوجته ولا من عياله ولا من جاره ولا من الوظيفة ولا ينزل الله عليه سخط. هذه سنة الله الكونية القدرية في الخلق والعباد. ومن العقوبات إماتة القلب، ما في إيمان ويصير قسوة عنده والعياذ بالله، يصبح عنده غلظة وقسوة ووحشة والعياذ بالله في قلبه. هذه عقوبة. يعني بعض الناس يعتقد العقوبات فقط والله حادث سيارة ولا حريق ولا موت. في عقوبة أعظم من الموت، لما يموت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ولا يعرف قدر أحد ولا حق أحد من الناس.